إلى مدعي الإنسانية، اسمعوني جيدا. من العام 1936 وحتى العام 1947 عشرات المجازر، الضحية الشعب الفلسطيني، المنفذ مختلف العصابات اليهودية مثل الأنسل وليحي والهاغانا والأرجون والبلماخ وغيرهم. هذا ولم ينشأ الكيان الغاصب بعد. هل تحرك الرأي العام الإنساني؟ لا، على العكس، تكلل الإرهاب المدلل بإنشاء دولة الله وبدأ. عام 48 مذبحة الدوايمة، الضحايا أكثر من 500 فلسطيني مدني، المنفذ العصابات الصهيونية. هل تحرك الرأي العام الإنساني؟ لا. عام 48 مذبحة دير ياسين، الضحايا أكثر من 360 فلسطيني مدني، المنفذ مجموعتا الإرجون وشتيرين الصهيونيتان. هل تحرك الرأي العام الإنساني؟ لا. عام 48 أيضا مذبحة الطنطورة، الضحايا أكثر من 200 فلسطيني مدني، المنفذ لواء اسكندروني الجيش الإسرائيلي. هل تحرك الرأي العام الإنساني؟ لا. عام 53 مذبحة قرية قبية، الضحايا أكثر من 70 فلسطينيا مدني، المنفذ القوات الخاصة الجيش الإسرائيلي. هل تحرك الرأي العام الإنساني؟ لا. عام 56 مذبحة قرية قلقيلية، الضحايا أكثر من 70 فلسطينيا مدني، المنفذ مجموعة من المستوطنين والجيش الإسرائيلي. هل تحرك الرأي العام الإنساني؟ لا. عام 56 مذبحة خان يونس، الضحايا أكثر من 520 فلسطينيا مدني أعدموا، المنفذ الجيش الإسرائيلي. هل تحرك الرأي العام الإنساني؟ لا. عام 96 مجزرة قانا، الضحايا أكثر من 120 لبنانيا مدني، المنفذ الجيش الإسرائيلي. هل تحرك الرأي العام الإنساني؟ لا. عام 2008 مجزرة حرب غزة، الضحايا أكثر من 1450 فلسطينيا مدنيا، بينهم أكثر من 400 طفل، المنفذ الجيش الإسرائيلي. هل تحرك الرأي العام الإنساني؟ لا. عام 2014 مجزرة حرب غزة، الضحايا أكثر من 2350 فلسطينيا مدنيا، بينهم أكثر من 580 طفل، المنفذ الجيش الإسرائيلي. هل تحرك الرأي العام الإنساني؟ لا. فضلا عن آلاف الشهداء خلال فترات الانتفاضة المتقطعة وعشرات المجازر التي لم أذكرها، ولا لم يتحرك الرأي العام الإنساني الغربي والعالمي. عام 2023 عملية طوفان الأقصى، الضحايا أكثر من 1200 إسرائيلي بين عسكري ومستوطن، المنفذ الفلسطينيون أصحاب الأرض، المحاصرون منذ سنين في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة. هل تحرك الرأي العام الإنساني؟ لا، لم يتحرك، بل انفجر حزنا وتضامنا واستنكارا على ما جرى للكيان المحتل البريء، وعلى ما ذاقه من بعض ما أذاقه لأصحاب الأرض طوال عقود. عام 2023 أيضا حرب إبادة على غزة، الضحايا أكثر من 1500 فلسطيني مدني، أغلبهم نساء وأطفال حتى الآن، المنفذ الجيش الإسرائيلي، والغاية إبادة شعب بأكمله. هل تحرك الرأي العام الإنساني والعالمي؟ نعم تحرك، دعما وتعاطفا مع الإسرائيليين أو مطالبين لوقف الحرب والسلام لأنهم انزعجوا من المشاهد. يا أهل الإنسانية، يا مشاهير، يا مؤثرين، يا رسل الإنسانية والسلام على مواقع التواصل، قولوا لي، وأنتم تعيشون حياتكم بشكل طبيعي وترون غزة بأطفالها ونسائها وشبابها تباد، عن أي إنسانية تتكلمون؟ I'm gonna go to the hospital.